تمكنت قواتنا من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر التراب الوطني في مجال ترويج المهلوسات، أين تم توقيف 7 أشخاص وحجز قرابة 120 ألف كبسولة من دواء البريغابالين 300 ميليغرام. بين التحقيق استغلال بعض أفراد هذه الشبكة لثلاث شركات تعمل في توزيع الأدوية بالجملة، تستغل شرعيتها لاستخراج الأدوية وبيعها في السوق السوداء.